استمرارا للضغط العسكري المتصاعد الذي تفرضه قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا في الأطراف الشمالية لمحافظة لحج، استعادت قوات الجيش مواقع جديدة في مديرية القبيطة، أبرزها جبل جالس الاستراتيجي ونجد قفيل وجبل كوكب وطريق المغنية. في الأثناء تواصل وحدات من الجيش التقدم نحو مواقع أخرى للميليشيا في الأجزاء الشمالية والشرقية من المديرية، إذانا باستعادتها وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا وفرار العشرات من عناصرها مخلفين وراءهم أسلحة نوعية وذخائر. أهم حدث الذي هو تحرير جبل جالس الذي لهث بعده العدو لفترة طويلة، اليوم تم تحريره، واليوم جبل جالس هو عروس القبيطة. نجاح الجيش الوطني في استعادة هذه المواقع جرى وفق عملية عسكرية محكمة بدأت بمهاجمة مواقع الميليشيا من ثلاثة محاور. تلاها التفاف للجيش من جبل النبي شعيب وجبل كوكب شرقي المديرية على مواقعها، قاد إلى إسقاطها بشكل متسلسل. والآن المقاومة تتجه باتجاه الرائدة، وهذه هي غنائم المقاومة، عبارة عن قاعدة 12-7 وذخيرة 12-7، وهؤلاء الأبطال الآن يسطرون أروع البطولات في هذه الجبال. قام اليوم أبطال مديرية القبيطة محافظة لحج بالهجوم كاسع على ميليشيات الحوثي، وتم الاستيلاء على عدد من المواقع وعدد من الأسلحة والذخائر، وكبدناهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح. نجح الجيش إذن في تحقيق أولى عملياته العسكرية المحورية المتمثلة بتحرير مساحات استراتيجية واسعة من أراضي المديرية، غير أن عملية التحرير هذه لا تزال تقف أمامها عديد من التحديات، في مقدمتها تأمين ما حققه الجيش من مكاسب وانتصارات في عدد من المواقع.